الطلاق هو واحد من أصعب التجارب اللي ممكن يمر بيها أي شخص، لكن لما يكون الطلاق بدون علم الزوجة ده بيضيف نوع من الصدمة النفسية ليها، خصوصا لو اكتشفت الموضوع بعديها فترة طويلة. يعني في بعض الأحيان الزوج ممكن يطلق زوجته بدون ما يعرفها أو يقول لها، وده بيأثر على نفسيتها وحياتها بشكل كبير. فالفقرة دي هنحاول نفهم تأثير الطلاق المفاجئ على الزوجة من الناحية النفسية، وإزاي ممكن تتعامل مع الصدمة النفسية دي. مع ضيفتنا النهاردة في هو وهن دكتور منال حمادة، مستشار تربوي وصحة نفسية. دكتور منال، منوراني في هو وهن. في البداية عايزين نفهم إيه هو الطلاق الغيابي، وإزاي بيختلف عن الطلاق العادي اللي هو بدون اتفاق أو إخبار الزوجة. الطلاق الغيابي ده الزوج بيتجه إليه، بيطلق الزوجة من غير علمها. لكن الطلاق اللي هو الطلاق الطبيعي البائن ده بيبقى الطلاق اللي هو العادي، ده بيبقى بالاتفاق بينها او بالتراضي او بوجود احد افراد الاسره او افراد عائلتها او العائل بتاعها، يعني باباها اخوها اي حد يكون كبير ليها، او احيانا بيكون بالتراضي بينهم هما الاثنين، وهما الاثنين بيروحوا للمأذون ويتطلقوا. لكن الطلاق الغيابي ده ان هو بيطلقها في عدم علمها، في عدم وجودها، وكمان هو فيه ممكن ان هو يرجعها في فترة العدة برضو من غير ما يقول لها. طب ليه بعض الأزواج ممكن يلجأوا للطلاق الغيابي، يعني بدون مثلا ما يحاور الزوجة أو بدون ما يتفقوا؟ والله أحيانا بتكون المشاكل كبيرة بينهم، فبيتجه إن هو يطلعها من غير معلومات، من غير ما هي تعرف، لسبب ما بقى في نفسيته هو. ممكن يكون كان في بينهم مشاكل في محاكم، عايز يسقط عنها حقوقها الشرعية زي المؤخر والنفقة، في بينهم وبين بعض يعني عارفه نظام ان في مشاكل قويه، او حابب يعني هو مش عارف يوصل لحلول معاها فبيطلقها غيابي، مش عارف يوصل لحلول معاها فبيطلقها غيابي، او في او مش قادر يواجهها بقى من الحته اساسا يعني. هي كويسه وكل حاجه، بس هو مش عايزها ومش عايز يخرب البيت، فبيطلقها من غير ما يقول لها، على اساس ان هو يحافظ ان انت لسه متجوزه زي ما انت. عارفه بيبقى في تعسف احيانا في بعض الرجال ان هو يضغط على الزوجه باي وسيله ان هي تستمر في الحياه دي من غير ما تخرج من نطاقها، فبيبقى بالنسبه له ان انت طول ما انت عارفه ان انت متجوزه انت قاعده في البيت وما تعرفيش اي حاجه. ممكن يكون هو كمان مش موجوده في البيت، وممكن يكون موجود في البيت ومش قايل لها. دي كارثه، دي كارثه كبيره، دي كارثه في حد ذاتها. لا ده احنا شفنا حاجات كده كتير، يعني ده في حاله كنا لسه بنتكلم فيها من فتره، ان قعدت 3 سنين هي اساسا رفعت عليه قضيه خلع واتطلقت منه، وبعد كده حصل صلح واتجوزوا من جديد، جاب مأذون وجاب شهود على انها بتتجوز، وهو بيمثل جايب الناس دي ممثلين، وقعد معها 3 سنين استنزفها ماديا، خد كل اللي معاها، وفي الاخر قال لها انا مش متجوزك، ده ما كانش جواز اساسا، في اكتر من كده. طب هو حتى مش بيقلق من الناحيه الدينيه، ان شهدوا ان لا ده قاعد معانا. ففي حاجات كتيره بنشوفها من من هذه النوعيه. الصدمه دي بتاثر على الست لما الزوجه تعرف ان جوزها طلقها غيابي وبعديها بفتره، وخصوصا لو كمان عايش معاها. بصي، هي احنا عايزين نعرف حاجه، ان من اكتر الضغوط النفسيه اللي ممكن تتعرض ليها المراه هي الطلاق في حد ذاته، يعني مصنف عالميا ان هو من اكثر الضغوط النفسيه اللي بتاثر على الزوجه او على المراه. كمان بقى لو هي غيابي هيحصل لها ايه؟ بتحس كتير جدا ان هي اول حاجه بتفكر فيها ان ممكن تكون هي السبب، يعني بيقلل ثقتها بنفسها، بيكسر حاجز الامان اللي جواها، وخصوصا لو هي بتحب في بينهم وبين بعض عشرة طويلة، ده في بقى فيه ممكن يبقى 30 سنة ويفوجئ ان هي طلقها غيابي. فانت ليه عملت فيها كده؟ فبتبدأ تحس كسرة النفس، عدم الاحساس بالامان، عدم الثقة، تبدأ هي تنهار بقى داخليا، اني واللوم بقى تبدأ النفس اللي هو ما عندها تزيد بقى. ممكن تكون هي مش هي السبب اساسا، وهو في كل حاجات كتيرة شخصيات اغلب معينة. احيان هي مش السبب، والمشكله مش شرط، ممكن تكون هي سبب الطلاق، بس على الاقل كان يبقى في مواجهه، يبقى في كلام. اكيد، ما هو كل حاجه بالتفاهم بتتحل. يعني لو في تفاهم بينهم هما الاثنين، خلاص الحياه انتهت بيني وبينك، في طرق سليمه ان احنا نفضل مع بعض، على الاقل عشره، يبقى في تواصل وبين عشره، في بيننا وبين بعض اولاد. أكيد. يبقى لازم دايما ان احنا نحط في دماغنا ان احنا في اولاد، لازم تكون انت بتراعي ان انت رجل قدام اولادك، وانا ست قدام اولادي. ولا انا اقل منك، ولا انت تقل مني باي طريقه من الطرق. طب من خلال تجربتك مع حالات شبيهه، يعني ايه اول شعور بيصيب الست اول ما بتعرف خبر الطلاق الغيابي؟ هل بيكون مثلا الخذلان ام الغضب؟ بصي، في على حسب. ممكن الاول حاجه هتحس ان هي كسرت في الامان، وخصوصا لو هي ما بتشتغلش. طب هتجيب منين؟ طب هتربي الولاد ازاي؟ ده كمان لو في ولاد. طب هتربي الولاد منين؟ هتعمل ايه؟ وخصوصا ان هو كمان طلقها، يعني ممكن يكون عدى فتره كبيره جدا فسقط عنها حاجات كتير.
فبتبدا تفكر طب انا هعمل ايه مع ولادي، هعيش ازاي، ولو هي ما عندهاش ولاد طب انا هعيش فين، هروح فين. فده كله بيأثر على نفسيتها بعدم احساسها بالامان. لو بقى هي عندها اولاد هتبدا تصط بقى خطابها كله على اولادها، الانفعالات بقى في الاسره طبعاً. حتى لو هي ست يعني عاقله وعندها الادراك النفسي وعندها صحتها النفسيه كويسه انها تتحمل الازمات قويه بمعنى اصح، ممكن يعني لازم ياثر على الاطفال بشكل من الاشكال. اكيد، لان انا دلوقتي لما طول ما ماما في البيت نفسيتها بايظه هتصحتها بالتبعية هتبوظ، وخصوصا ان هي كمالها وتبدأ تنزل تشتغل او تنزل تدور على شغل، فيبقى الاهتمام اللي كان موجود في الاسرة هيبدأ يقل، مفيش بابا، ماما مشغولة في الشغل، هيبدأ الولاد يخشوا في اضطرابات نفسية احنا في غنى عنها، ممكن يوصل عندهم لحالة الادمان احيانا ان هم يدمنوا. ده اذا ما دخلوش بقى في الحاجات الصغيرة اللي هي زي الكذب والسرقة والتبول اللا ارادي، كل الحاجات دي ممكن تصيب الاطفال بان يبقى في اضطراب في البيت او يبقى في مشاكل في البيت بين الزوج والزوجة، وخصوصا كمان لو خلاص اتقطعت العلاقة بين ماما وبابا، ما بنشوفش بابا، ماما مش موجودة، احنا بندمر جيل طالع. فلازم قبل ما ناخد اي قرار ما نبصش لنفسنا الاول طبعاً. نبص للي احنا جبناهم. انت ما عندكش استعداد اساسا تخلف، او انت اتجوزت ومش عايز تخلف وما عندكش استعداد ان انت تربي تربية سليمة، ما كنتش خلفت صح. او ما كنتش اتجوزت من الاساس بالظبط. طب كلميني برضو عن الاعراض النفسية اللي ممكن تصيب المرأة يعني طويلة المدى بقى، مش بس طويلة المدى. لو هي زي ما قلت لحضرتك شخصية قوية هتبدأ تتخطى الموضوع وتتخطى الأزمة النفسية اللي هي هتمر بيها، بس طبعا هي ما عندهاش مفتاح هتحط دوس عليه خلاص تخف، لازم تاخد وقتها ان هي تعدي المرحلة دي. في بقى زوجات تانيين هي أساسا شخصيتها من طبيعتها اعتمادية، ما تعرفش تعمل حاجة نفسها، ما بتعرفش حتى تخرج تجيب اكل من الشارع، هي معتمدة عليه كليا في كل حاجة، دي بقى بتتدمر نفسيا، بتفقد الثقة في كل من حولها من الرجال. ده إذا ما كانتش فقدت الثقة في العيلة في المجتمع، ممكن تتحول بعد كده إن هي تبقى عدوانية، تأدي تصب عدوانيتها على كل اللي حواليها، حتى ممكن تصب على أولادها الذكور إن أنت كمان هتبقى أب وهتبقى راجل فممكن تعمل كده. ممكن تختلف بقى إن هي يا إما تبقى عدوانية وتصب عدوانيتها على كل من حولها وكرهم، يا إما تنطوي تفقد بقى إن هي مش عايزة تتعامل مع حد خالص، هتحتاج العزلة، يعني هتفضل جدا ان هي تبقى قاعدة في مكان لوحدها، تفقد كيانها كله بقى خلاص، وبالذات لانها اعتمادية. لكن لو هي قوية وعندها الإرادة هتبدأ واحدة واحدة بوجود المحيطين بيها، اذا كانت صديقة كويسة، اخت، اب، اخ، كل الناس دي لما هيبدأوا يرفعوا من معنويتها هتبدأ هي تتخطى المرحلة دي. طب دكتور كلمني عن حالات شبيهة مرت عليك. زي ما قلت لحضرتك اللي هي الطلاق الغيابي للحالة اللي أنا قلت لحضرتك عليها اللي مطلقها وعايش معاها دي. حالات تانية إنها ممكن تكون الزوجة أساسا ما بتكتشفش إنها اتطلقت غيابي غير في إعلان الوراثة، الزوج مات وهي جاية تعمل إعلان الوراثة، تتصدم إن لما بيجوا يعملوا القيد العائلي أنت مش موجودة، بس الشرع في الحالة دي قال إن الزوجة طالق من بعلمها، ان هي طبعا. لو عرفت هي كده طالق، الوقت اللي عرفت فيه هي كده خلاص اثبتت ان هي طالق. لكن لو هو مات وهي ما تعرفش وعرفت عن طريق اعلان الوراثه هي بتورث فيه وبتاخد حقوقها الشرعيه كامله كانها ما تعرفش خالص انها اتطلقت. في حاله بقى تانية كمان ان بيحصل الطلاق الغيابي ازاي، انا اتفقت معاك على مثلا مؤخر سي حاجه معينه انك هتجيب لي شبكه معينه، جيت انت اختلفت وبعد ما كتبنا كتاب ما عملتش الموضوع ده، نبدأ نرفع قضايا، هو يرفع قضية إنها ناشز وهي ترفع قضية إن هي عايزة تاخد حقوقها وعايزة تتطلق، يجي يعمل إيه؟ وبالذات لو في بلاد مش موجودين في بلاد واحدة، يعني أنا لو خدت زوج من بلد تانية يروح في بلده يطلقها وهي ما تعرفش هنا أنا متطلقة، طب ليه عملت كده؟ عشان ما تنولش أي حاجة من اللي هي عايزاها. في حاجات كتير حقوقها كلها تسقط يعني من الآخر. سوري؟ حقوقها كلها تسقط، بتسقط لو هي ما لو هو زي ما بقول لحضرتك كده طول المده وهي بالزبط. في قضايا وفي محاكم بالزبط. وما تعرفش ان تطلع، هتثبت منين ان هي اتطلقت لانه مطلقها بره. الزوج اللي بيعمل كده عايزين نعرف ايه تركيبته النفسيه. والله بصي حسب الضغوط النفسيه اللي فيها، في بقى شخصيه جميله اللي هي بتاذي، دي احنا مش عايزين نتكلم عنها دلوقتي، يعني دي مؤذيه في كل حاجه، هي عندها استعداد تدمر اللي قدامها في كل اتجاهاتها، ما بيهمهوش بقى نفسيه ولاده ونفسيتها هي ايه، المهم هو ايه.
الشخصيات النرجسيه طبعا دي شخصيه يعني خلاص دلوقتي الناس كلها بتتكلم عن الشخصيه النرجسيه ان هي ازاي بتبقى مؤذيه لكل المحيطين اللي حواليها وبالذات الزوجه والاولاد ما بيهتمش غير بنفسه. في نوع تاني بقى اللي هو من كتر الضغوط النفسيه اللي جت عليه من مشاكل من ان هو مش عارف ياخد حقه من ان هو مش عارف اساسا يبقى في حلقه تواصل بينها وبينه فبيتجه ان هو يطلق غيابي. دي المشاكل اللي ممكن تحصل وبسببها يعني بيكون الطلاق الغيابي احيانا.